الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه تعلن انطلاقة هذا الشوط، الشوط الخامس الخاص بالحول وسن الكبار والخاص بالذلل الأصايل بانطلاقة هذا اليوم، يوم الختام في هذا المحلي. كما نتقدم بالتهاني والناموس لكل الفائزين، وكانت هوايل هي صاحبة الشوط الرئيسي الخاص بالحول وأشواطنا الرئيسية لهجن الشيحانية مع سالم بن جابر بن فاران المري في عملية التضمير بالشوط الرئيسي. أما الشوط الرئيسي الخاص للزمول كان كيف من خطف الشوط الرئيسي يحمل شعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الفاني مع فهد بن سالم بن مسعود المري، كان مرافقا لهذا الشعار. إذن على بركة الله نستعين، ومنه نطلب التوفيق والسداد والنجاح لكل المشاركين ولكل القادمين ولكل العانين لهذه المشاركة. بينما ناخذ المركز الأول، وهذه هي الباسلة، الباسلة في المركز الأول تعود ملكيتها لهجن الشيحانية المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما اللي تليها بالمركز الثاني مشاهد المركز الثاني، هذه الدوحة على المركز الثاني لهجن الشيحانية المضمر سالم بن فاران المري في عملية التضمير والتدريب والعناية دائما بهجن الشيحانية. المركز الثالث مراسيل، مراسيل على المركز الثالث، على المركز الثالث وحاملة شعار هجن الشيحانية المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير. المركز الرابع يا من تتابع، المركز الرابع في هذا اليوم، في أول مشاركة لهذا السن، في أول انطلاقة لهذا السن مع أول انطلاقات هذه المحليات في بداية موسم الخير، في بداية موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة على أرضية مضمار الشيحانية. المركز الرابع، هذه سحابة على المركز الرابع لهجن الشيحانية المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس النويعس، النويعس على المركز الخامس تحمل شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحم المري في المركز الخامس، وبانطلاقة هذا الاسم وبانطلاقة هذا الشعار الكبير العملاق القدير. هذه هي النتيجة يا مشاهدين الأعزاء، يا مشاهدين الذلل الأصايل في انطلاقة خامس أشواطنا في هذا الصباح. وبنقولكم صباحكم فل يا مضمرين، صباح الخير يا مضمرين بانطلاقة سن الكبار. ناخذ الدوحة في مقدمة الشوط، اسم كبير واسم غالي على الكل وهي عاصمة الدولة، هنا على مقدمة الشوط لهجن الشيحانية المضمر سالم بن فاران المري في عملية التضمير. بينما اللي تليها بالمركز الثاني، وهذه الباسلة على المركز الثاني ومراسيل، وأيضا الأسماء الكبيرة، وهذه أيضا اللي انطلقت من الجانب الآخر سحابة ومراسيل والباسلة لهجن الشيحانية مع عملاق التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي يدفع بثلاث أسهم مع هجن الشيحانية بمنافسة سهم واحد مع سالم بن فاران المري
المري المركز الخامس، المركز الخامس النويعس، ويا مرحبا بالنويعس، ويا مرحبا بهالنويعس اللي قادمه في المركز الخامس بشعار كبير، بشعار تاريخي، بشعار صال وجال باشواط الرموز، شعار سعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه الثاني المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحه بالمري في عمليه التضمير وفي خامس النداء. اذا 1500 متر تتبقى عن مسيره الخمسه كيلومترات وعن رحله الكبار وعن رحله الذلل الوصايل وعن شوطنا الى شوط الحول، ولكن منافسه رباعيه، منافسه رباعيه ما بين الدوحه وما بين سحابه وما بين مراسيل وما بين ايضا الباسلة في هذه اللحظات. 1200 مضمرين الكرام، 1200 مع الحول، 1200 مع انطلاقة الخمسة كيلومترات. هذه الدوحة والروحة مع الدوحة أمامكم على شاشة الريان، أمامكم على شاشة قناة الريان الفضائية. وهنا الدوحة تنطلق، وهنا الدوحة تواصل هذا المنوال بمقدمة هذا الشوط لهجن الشيحانية، ولكن المركز الثاني سحابة، سحابة على المركز الثاني. وهذه مشاهدينا الأعزاء سحابة لهجن الشيحانية تتسلل وتقترب وتنافس وتنطلق لكي تنافس الدوحة ولكي تسير بخطى ثابتة مع الدوحة. 700 متر الأخيرة، ولكن سالم بن فاران المري هنا يدفع لنا باسم الدوحة، يتميز يتخصص بهذه الأسماء، يختص بهذه الأسماء وهو يحتكر هذه الأسماء الجميلة والمميزة. وسحابة 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 الخير عدت في هذه اللحظات، انطلقت في هذه اللحظات وغيمت علينا في هذه اللحظات. سحابة الهجن الشيحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، انطلقت سحابة كلهن الثنتين بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات في طور التجهيز في بداية المحليات. 300 متر الأخيرة وتحتضن الفوز، وخط النهاية يقف مرحبا بسحابة ومرحبا بهذا الشعار ومرحبا بهذه البطلة إلى خط النهاية بدون أي تعليمات. سحابة أمطرت سحابة وأمطرت سحابة على الفوز وعلى التتويج وعلى الناموس. تهانينا لهجن الشيحانية وللعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، هذه لحظات الفوز والانتصار. المركز الثاني الدوحة لهجن الشيحانية مع سالم بن فاران المري، وفي المركز الثالث اللي وصلت مراسيل هجر الشيحانية، وفي المركز الرابع اللي وصلت في هذه اللحظات الباسلة لهجر الشيحانية، والمركز الخامس طرب لهجر الشيحانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، وتهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز. ناخذ لحظات الوصول والتوقيت الزمني، لحظة وصول سحابة. هذه سحابة أمامكم على شاشة الريان والعصاقوس وبدون أي تعليمات. وناخذ التوقيت الزمني، لحظة الوصول ولحظة الفوز. هذه أمامكم وملخص الشوط الماضي، توقيتها الزمني 8 دقائق.